وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام على انطلاق يتواصل وتحية مستمرة شوطنا السابع المخصص للإبكار ينطلق في هذه اللحظات وفي هذا المسار انطلاق جميل هنا وموفق معنا 23 اسما مشاركا باحثا عن الناموس هنا في هذا المسار أسير إلى مقدمة هذا الشوط أخذ المقدمة في هذه اللحظات هذه ظنون يقدمها هنا أيضا أعزائي المشاهدين هنا يمعى بن عامر تريس المنصوري يتقدم في هذا المسار على المقدمة المركز الثاني على القدوم والوصول مع المركز الثاني القادمة من المراكز الخلفية في هذه اللحظات هذه أيضا طيف سعيد بن حمد بن سعيد الظاهري يتقدم على مستوى المركز الثاني ثالثا القادمة الظبي أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي هنا أيضا وصل في هذا المسار نرحب بهذا الشعار القادم هنا من ميدان التراث بينما وصول من طوع منصور بن سيد بن علي بن دري المنصوري وهناك أيضا القادمة من الجانب الأيمن على شعار براشد هنا اختلط الحابل بالنوبول هنا أيضا في هذا المسار الله 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 القادمة هوايل علي بن عبيد بن عيد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات بينما هناك أيضا من الجانب الأيمن هناك أحمد بن غانم بن إداء المنصوري ولكن وين المقدمة افترزن افترزن المطاية وراح هناك أيضا في هذا المسار في هذا الانطلاق عليك بهاه هناك أيضا يلي هنا تباعد من كيلو والميتين هنا ولكن البداية وين الصدارة وين عند المزروعي يتقدم في هذه اللحظات مع الظبي أحمد بن خلفان بن بخيت بالسائق المزروعي هنا يتقدم في هذا المسار الجميل والتقدم هنا المستمر هنا روح يا أبو خليفة يا أبو خليفة هنا جمهورك محبينك يتابعون هذه الانطلاقات في هذا المسار المركز الثاني ظنون يمعى بن عامر بن تريس المنصوري بينما المركز الثالث القادمة هوايل هوايله الله ياهو حضور ياهو تجمع هنا ياهو شوط ياهو شوط هنا بقيادة هنا شعار بالصايق ولكن حركها بنعيد حركها بنعود بذكريات الماضي بذكريات الماضي وبالحاضر الجديد هناك على المقدمة الأول الله الظبي 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 من الجانب الأيمن هنا الظبي هنا في هذا المسار السيد منصور بن الصغير من دعفوس المنصوري هنا روح أبو راشد روح الهاترك يا أبو راشد في هذا الانطلاق في هذا المسار ولكن هنا عادت هوايل عادت
الحضارات هوايل عادت في هذا المسار ما بين الظبي هوايل، ما بين الظبي هوايل، هوايل خطيرة، هوايل خطيرة عند بن عيد، خطيرة خطيرة هنا في هذا المسار، في هذا المسار والانطلاق الجميل هنا. الله يا سلام يا سلام يا سلام هنا. الله علي بن عبيد بن عيد المنصوري، تهانينا والناموس. ولكن الظبي، الظبي ولكن خلاص هوايل مشكور، مشكور يا ابو عبيد مشكور. سلام وهباوي سلام. المركز الثاني الظبي القادمة بشعار منصور مصغير بن دعفوس المنصوري. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام اللي احتلت المركز الثالث القادمة نسيم أحمد بن مطر مايد الأخير. المركز الرابع على القادمة هناك الشاهيني أحمد بن غانم بن علي ميدان المنصوري، وهناك أيضا التماس أو طيف سيد بن حمد بن سعيد الظاهري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار. فتانينا هنا موسيقى لكافة الفايز.